تجربوه هيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لسه بتسأليني مرة تانية رح خرب لك ياهم. ما بدنا نتخانق قدامهم؟ الله يقدرنا على الصبر. شوي شعري وشوي لبسي. كان لازم جيب لك استشوار معي. أبي أنت طالعة حلوة كتير اليوم. طبعاً يا أبي. شكراً ابني. طبعاً أكيد. قلبي الخزانة كلها على حالها. مفكرت لي حالها لساتها بنت صغيرة. أنت... بابا. وإذا عيب إذا الوحدة زبطت حالها؟ شايفة حالك بالشعرات؟ بابا بترجاك. شعراتك مو حلوين بضحكوا يا خانم. بكرة بتشيلي لي هالصبغة عنه، فهمتي؟ ما بتتغيروا بحياتكم. ما بتتغيروا. عندهم بيت، عندهم قصر بيطلع أتحارتنا وما تقبلي غير إطلالته على البحر. أبي بترجاكي مو تعدي تطلعي هلأ بالبيت وتتفحصي؟ ما بتقدر، هي عادتها. مو تروحي هلأ تخجلي للولد. يا سيدي إن شاء الله تمضى هالليلة على خير وسلامة وما بدي شي تاني. مهند اوعى توسخهم، دير بالك على القلب منيح. أنا منيحة وأنت؟ منيح. شو راحوا بيت عمك على الحفلة ولا لسه؟ راحوا. وأنت شو عم تعملي؟ ولا شي، قاعدة عم بتصفن بالحيطان. فهمت. في شي بدك تقوله؟ لا لا ما في شي أبدا. اتصلت بمهند، تليفونه مقفول فقلقت عليه. أكيد تليفونه خالص شحنه، ما في غير هيك. طيب أنت شو رح تعملي؟ والله أنا تعبانة كتير وغالبا بدي فترة. طيب ماشي، أحلام سعيدة إن شاء الله. شكراً، يلا تصبح على خير. ما تواخذني أنا آسفة كتير يا عم، كذبت لأني ما بحبه يجي لعني. يلا ماشي، فيك تمشي هلأ. إن شاء الله على بين ما نوصل ما تتجعلك تيابنا. شبكي يا أمي، رح تضلي شغلتينا كل الطريق. يا ريت تكون مهتم مثلها. شو قصدك أنت؟ كأنه في شي بدك تقوله؟ قصدي إنه الواحد بيهتم بحاله شوي وبيلبس جرافي ما بتخسر شي. بكفي أنت حلو بتهتم بحالك، هذا اللي ناقصنا. والله أنا زعجتني. يا طول بالك. ولا لك معقولة حدا بيلبس بوت تحت الطقم يا مهند؟ هلا شو بيهمك شو لابس برجلي؟ لك شلون شو بيهمني يا بني آدم؟ والله العظيم لو شفتك بالبيت ما كنت جبتك. أصلا الحق علي اللي إجيت. نزلني هون على اليمين، أنا عم بحكي عن جد، نزلني وبلا ما أزعجكم بوجودي معكم أستاذ مؤيد. بكفي مهند. واقف مؤيد، يلا خد يمينك. لك أحكي لك شي شغلة. شو بدي أحكي؟ إذا ما بده يروح شو أعمل له؟ أنا خايف إذا رحت معكم خجلكم أو أزعجكم قدامهم، وهلا إذا صار شي دغري رح يتحجج بتيابي وبوطي اللي ما عجبه المؤيد بيك. نزلني عندك. الله يهنيك يا رب. انت ليش لا توقف؟ شو انت على كيفه يعني اذا بده ينزل؟ لا على كيف ابنك.
تفضلي هند خانم، انتبهي لها منيح مشان ما ترجع لك وعك. ها يلا لك، عيب عليك اللي عم تعمله. عيب عيب على اللي بيعمل عيب. خلص انا وصلتكم لهون وانتهت وظيفتي معكم. الله يسعدكم يا اخي، وان شاء الله بتبقوا مع بعضكم طول العمر يا رب. ان شاء الله تنبسطوا عندهم. تصبحوا على خير وبخاطركم. مين الحق عليك يا مؤيد؟ ولك شو لك علاقه باللي لابسه بالشغل؟ خلص بابا بكفي. يلا عصب لالا. شو بدك بهالحركات هي؟ كيفك معلم؟ اهلا وسهلا. بدي فوت شوف زميلي واطلع دغري. انت حاجز من قبل؟ لا اسف، ما فيك تفوت لجوا. اخي انا بعرف انه شكلي مانو مزبوط، ما راح اقعد، بدي شوف زميلي واطلع دغري. ما فيني دخلك لجوا. شو انت ما بتفهم؟ لو سمحت ممنوع توقف قدام الباب. مع اني ما بحب المشاكل بس حابب اضربك. معلم اعطيني كاسة شاي بسرعة. وينو الغبي هاد؟